السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نبلش معاكم فيديو جديد من خطوة بخطوة لجهاز حلو كتير، اللي هو جهاز لينوفو ايديابد 110-15 اي اس كي. الجهاز اجانا بطيء جدا، عليه مشاكل. شيكنا على الجهاز طلع بركب عليه الهارد ديسك الاس اس دي الساتا، راح راكب له من سيليكون باور اي 55، وكان يفترض ان نركب الهارد ديسك اللي كان راكب جوا اللي هو ال 1 تيرا بايت جوا حاضنه اللي هي الكادي درايف، ونحطها بدل السدروم عشان يصير عنده مساحتين مش مساحه واحده. ولكن انا هذا الفيديو بصوره بعد ما اخلص الجهاز، فتبين معانا انه الهارد ديسك تبعه ال 1 تيرا بايت ضارب عليه مشكله كتير كبيره، فرجعنا له السدروم مكانه. فهو هيك احنا استبدلنا الهارد ديسك ال 1 تيرا بايت العادي ب اس اس دي الاي 55 من سيليكون باور، طبعا مع الفك. بكل بساطه عملنا غسيل وكوي لكل الجهاز، غيرنا ثيرمال بيس، نظفنا المراوح، سوينا صيانه كامله للجهاز، وقبل ما انسى بدلنا الكيبورد تبعه لانه كيبورده كان عليه مشكله. فاحنا هيك استلمنا الجهاز ميتم ورجعناه وكاله، زي ما بيحكوها بعض الصبايا، استلمني لادا ورجعني بي ام، يعني هاي بيحكوها لما يكونوا بالصالونات. فبدعموا لايك وشير، بدعموا لايك وشير. بدنا نبلش بالفيديو مع بعض، يلا نبلش. يلا السلام عليكم، بدنا نبلش معاكم بهذا الجهاز اللي اجانا صاحبه بشكي انه بطيء جدا وفي مشكله بالكيبورد وبدنا نعمل له غسيل وكوي. مبدئيا انا رح اقول لكم شو رح نعمل بالجهاز وبعديها رح نبلش على طول. مبدئيا بدنا نركب له اس اس دي من سيليكون باور اي 55 مكان الهاردسك اللي راكب اللي هو ال 1 تيرا. تمام. طيب الجهاز 1 تيرا و256 صار رح يصير بداله للسي، فهذا بدنا نعمله سي، وال1 تيرا اللي جوا ما بدنا نخلص منه. هذا الجهاز بيجي بهي ميزه انه بركب له سي دي روم، فبدنا نركب شيء اسمه كادي درايف او حاضنه للهاردسك ال1 تيرا مكان السي دي روم. رح نستغني عن السي دي روم ونحط له الكادي درايف، رح يصير عنده هيك تو درايفز، واحد منهم رح نعمله سي اللي هو الاس اس دي، والثاني رح نعمله دي او اي او شو ما بده الزبون، كم ما بده بارتيشنز رح نعمله ستورج له، راح يصير عنده هلا تيرا و250 جيجا ستورج. تمام، هاي الخطوه رقم واحد. خطوه رقم اثنين، من ضمن مشاكله انه الكيبورد تبعه خربان. طبعا هاي الموديل تبع الجهاز عشان تكونوا عارفين اللي هو 110-15 اي اس كي، هذا موديل الجهاز، وهذا الكيبورد الاصلي تبعه او الكومباتبل او بدنا نحكي نخب او اللي موجود بالسوق عندنا موجود هون. طبعا هذه نوعيه كتير ممتازه، بدنا نركب له اياها بدل الكيبورد تبعه الخربان. طيب هلا بدنا نباشر بالعمل بهذا الجهاز. هلا هذا الجهاز من الاجهزه اللي بيجي بسموه ابسايد داون، يعني كل مره بدك تفك شغله بدك تفك شيء من فوق شيء من تحت. طيب عشان نفك الجهاز هذا شو بدنا نسوي؟ اول شيء بدنا نقلبه ابسايد داون عشان نفك البراغي تبعون الكيبورد، لانه اول شيء لازم تفك براغي الكيبورد عشان يطلع معك الكيبورد، لانه في برغي تحته بيمسك الكفر هذا. يعني بمعنى تاني انا بدي افك الكيبورد وافك من تحته برغي، البرغي هذا راح يفك، يعني هون في براغي من هذا الاتجاه وفي برغي عكسي، ففي براغي تحت الكيبورد لازم افكها. فبفك اول شيء البرغيين هذول اللي هم هون تبعون الكيبورد وبحطهم على جنب، هيك راح يطلع معي الكيبورد. طبعا ما راح يطلع مباشره، في له طريقه لاخراجه، بدنا نطلعه بالسبيشال تولز من الزوايا تبعته. نفتح الجهاز زي هيك، بنجي السبيشال تول زي هيك، بنبلش من الزاوية الأولى تبعته من هون، بنحطها هون، نحشر هالسبيشال تولز هاي في ملاقط بلاستيك هون، بدنا نطلع الزاوية الأولى، شايفين كيف؟ وبمشي معاها خطوة خطوة، شايفين كيف؟ بطلع معاي بالسبيشال تولز، في ملاقط بلاستيك صغيرة بدي أطلعها من هذا المكان. طبعا كبسة الباور بهذا الجهاز بتيجي على الكيبورد، شايفين الكيبورد كيف تحرر؟ طبعا هذا الحكي بعد ما فكينا البراغي تبعته، شايفين البراغي من وين جاي؟ شايفين كيف؟ هلا بدنا نفك الكيبل تبع الكيبورد، بنسحب الكيبورد للامام، وبعديها بنيجي هون على الزاوية تبعته وبنرفع بالملقط، الملقط تبعها اللوك تبع الكيبورد، وبعديها بنسحب الكيبورد للخلف. هيك الكيبورد انفك، تمام؟ بحطه على جنب لأنه أنا بدي أركب بداله الكيبورد الثاني. هلا بنحط هذا الكيبورد على جنب، وفي عندنا هون برغي شايفينه محددين لك إياه، هيو هون. في عنا هون برغي بدك تفكه، طبعا انا فكيته، هي البرغي هاد بدك تفكه من هذا المكان، تمام، عشان يطلع معك الوجه الثاني. طب بعد ما افك هذا البرغي، في نقطه ثانيه كثير مهمه لازم تنتبه لها، هذا الجهاز بطاريته بلت ان بس جاي بمكان البطاريه العاديه، فانا عشان اقدر افكها فيها لها هون كيبل، يعني انا البلت ان هاي لازم تطلع معي الكفر، راح تطلع معي الكفر السفلي وكيبلها موجود هون.
فباجي هون انا بالملقط بفك كيبل البطارية. حكيناها دائما وبنعيدها، اول شيء بدنا نسويه بنفك كيبل البطارية. نمسك الكيبل من هون من الخلف من الجدلة تبعته، نسحبه يمين يسار لحد ما يطلع من مكانه، بساعده اذا بده بملقط ثاني لانه شوي ناشف المكان اللي هو فيه. شايفين كيف عم بطلع يمين يسار؟ بطلع من مكانه، شايفين كيف بطلع هيك يمين يسار؟ هيك فكيته. هلا انا بدي اخلي هذا المكان حر عشان لما اسحب الكفر الثاني يطلع معي الكيبورد. بس شو بدي اسوي؟ بدي ادخله بهذا المكان لانه هذا الجزء من الكفر السفلي، عشان لما ارفع هذا الكفر يطلع معي بكل سهوله. هيك انا خلصت من هاي الجهه، وهلا بكمل فكي من الجهه الاخرى عشان يطلع معي الجهاز 100%. هلا بعد ما افك كل البراغي اللي موجوده بهذا المكان هون، هيك بفك البراغي هاي كلها، بدي افك البراغي كلها، وانا دائما بعيد وبكرر دائما. يفضل انك تفك باليد مش بنفك كهرب عشان ما تضرر البراغي تبعت الجهاز. طبعا في برغي هلا راح احدد لكم اياه، مش الكل بيعرف شو الهدف منه او كيف ممكن نطلع السدروم، لانه هون مهم جدا بهذا الجهاز او هذا الموديل ان نطلع السدروم، لانه في تحته برغيين، في تحت السدروم هون في برغيين. طب كيف بفك السدروم؟ بفك البرغي هذا، دائما البرغي اللي ورا السدروم بالوسط هذا بكون بمسك الدراع تبعت السدروم او الهانكس تبعت السدروم. فانا بعد ما افك هذا البرغي بسحبه، لاحظوا من هون زي هيك، بسحب السدروم للخارج زي هيك، طلعوا هاي طلع معاي بكل سهولة السدروم. طبعا بحركه يمين يسار نكون حاشر شوي لحد ما يطلع معاي كامل. بعد ما طلع السدروم في برغيين انا حكيت لازم نفكهم موجودين بهذا المكان، فبفك البرغي الاول وبعديها بفك البرغي الثاني. تمام، هيك انا فكيت كل البراغي اللي ماسك الكفر السفلي. طب عشان يطلع معي الكفر السفلي باجي من هون من الامام في زاوية صغيرة هيك، برفع الجهاز شوي هيك عشان اطلع الكفر، ومن هون بالسبيشال تولز او بالاظافر حسب انت شو وضعك ببلش اطلع الكفر من هون. اسمعوا بس، هو انا متعود اسويها بالعكس. هاي لاحظوا كيف طلعوا، طلعوا الاظافر كيف عم بطلع، هذا من هون هيك طلع، هاي من هون هيك طلع، شايفين كيف من هون هيك، هلا من هون هيك كامل طلع. في زي كليبس صغيرة هون ممكن تغلبك شوية، فانت بدك شو تسوي؟ تعكس من هون من الزاوية الثانية عشان يطلع معك 100%. تمام، بعد ما فكينا هاي الزوايا نتأكد انه كل الفصلات من كل الزوايا فاكة. في عنا زي ما حكيت لك زي دراعين صغار بكونوا ماسكين هون، هدول كليبسات شايفين من عند البطارية. عشان يطلع معانا لازم نرفعها رفعة خفيفة من هون ورفعة خفيفة من هون، هاي من هون فكت شايفين كيف. خليني أتأكد انه كل الكفر حر، شايفين كيف فكت، تطلع معاك بهاي الطريقة. هلا الكيبل اللي احنا فكيناه، شايفين الكيبل اللي فكيناه وخليناه هون في مجراه، لانه هاي البطارية شايفينها كيف جاي، جاي سفلية مع الكفر. طبعا طلعوا الغبرة وبتركب بهذا المكان بالمذر بورد، فهذه النقطة كتير مهمة. في ناس كتير تيجي تفك بقول لك ما طلع معاي لانه ما طلع معاي الكفر. طيب هلا احنا وصلنا للجهاز من جوا، هلا شو الخطوات اللي بدنا نعملها؟ اول اشي بدنا نفكفك القطع اللي بدها تستبدل زي الهارد درايف، هذا بدنا نفكه عشان بده يركب بالحاضنة في مكان تاني. نفك البراغي تبعته اللي هو فيه له 4 براغي زي ما انتم شايفين، وهون حاطين برغي الكفالة شايفين وين؟ يعني هذا كله اللي احنا فكيناه لا يعتبر كفالة، الكفالة عندهم على البرغي هذا. هلا هذا الهاردسكي بيطلع معنا بضغطه للخلف، لانه فيه عندي هون سلايد للخلف شايفين كيف، وبعدين برفعه للاعلى. هيك طلع معي الهاردسك تبع الجهاز اللي هو 1 تيرا بايت. هلا هذا بدي احطه على جنب لما ابلش اجمع رح اشتغل عليه. هيك شو ضل عندنا هون؟ ضل عندنا شيء اسمه غسيل وكوي، يعني انا وصلت لهي المرحله ما بدي اخلي الجهاز بهاي الحاله، ببلش انظف. يعني انا فكيت الجهاز وفاكك، مش معقول ارجعه للزبون بحالته زي ما كان فيها، فببلش انظف الجهاز من كل الاماكن. زائد بعد ما انظف الجهاز بدي اشدشد الفصالات، هدول الفصالات بالعاده بصير عليهم ارتخاء مع الفك والتركيب او مع الحركه، بصير عليهم ارتخاء مرات ومرات تتكسر القواعد، فانا بتاكد انه الفصالات مشدوده في مكانها وبعديها بكمل تنظيف.
طبعا من ضمن التنظيف تبعي بدي انظف السماعه من هون، بدي انظف من هون. طبعا من ضمن تنظيفي شو بدي اسوي؟ بدي افك المبادل الحراري وانظف المروحه، افك المروحه وانظفها وابدل الثيرمال بيس واشوف اذا في موكيت قدامها او لا. فالخطوه الاولى شو بدي اسوي؟ بفك المروحه نفسها، في لها هون برغي تمام. بعد ما افك البرغي تبعها باجي على الكيبل تبعها من عند رجليه، شوفوا كيف من عند رجليه من هون هيك، بحط الملقط عند رجلين الفيشه وبس فكها يمين يسار لحد ما تطلع معي بكل سهوله. بس طبعا هي بتكون شوي حشره عشان هيك انا بمسكها من رجليها مش من الكيبل. لما يكون في رجلين بمسك من الرجلين افضل من اني امسك من الكيبل، بس لما يكون فيش عاد وقتها بنضطر احنا نمسك من الكيبل. هلا هاي المروحه بدنا ننظفها ونعمل لها صيانه، شايفين الوضع كيف؟ بس طبعا ما رح نمل لها فوق الجهاز، حنحطها على جنب ونبلش فيها لحالها. طلعوا ايش في عندنا هون؟ في عندنا زغب احنا بنسميه موكيت موجود امام المبرد. طيب هلا هدول بدي افكهم، بس طريقه فكهم في عندي ارقام 1 2 3 4 5، بفكهم على الارقام، زائد بدها تكون ايدي خفيفه وناعمه، خفيفه وناعمه لانه انا هاي البراغي مشبوكه على المذر بورد مباشره. هلا انا بدي افكهم عشان بدي ابدل الثيرمال بيس اللي بكون عليهم، بكون محجر فلازم ابدل الثيرمال بيس. فبفك واحد واثنين وبفك ثلاثه، بعديها بفك اربعه، بعديها بفك خمسه. هيك انا فكيت البراغي تبعون المبادل الحراري. هلا اذا انا بدي اطلعه بنعومه بجيب الملقط من هون بحرر هاي ومن هون بحرر هاي، لاحظوا رفعه خفيفه جدا عشان ما يغلبني بشيء، برفعه رفعه خفيفه لاني بديش شيء يتضرر. شايفين كيف طلع معي؟ طبعا حدت ولا حرج، الثيرمال بيس اللي موجود هون طلعوا محجر محجر رايح، هذا رايح لازم يتبدل. هذا كله هلا بدنا نمسحه ونحط ثيرمال بيس جديد. يعني احنا عم بنفك بدنا نعمل صيانه كامله للجهاز، فبدناش شيء يعتب علينا. فمن ضمن الفك تبعنا راح ننظف هلا الثيرمال بيس الموجود هون ونمسحه بالفاين وبعديها بسبيرتو، بالفاين وبعديها بسبيرتو. فانا مبدئيا بحط هاي على جنب هيك، راح ابلش بالمذر بورد مبدئيا انظفها شوي شوي، ببلش زي هيك بالفاينه. شايفين مش عم بطلع بسهوله، شايفين كيف محشر؟ شايفين في اماكن محشره كثير، في اماكن بتطلع، بس بدي احاول اني ما اضغط كثير لانه هذا المعالج جاي بلت ان وانا ما بدي اضرره، فبدي اخلي ايدي ناعمه على المعالج. طبعا الزغب اللي طلع هذا هون وهون هلا بطلعه بالفرشاي كله انه انا ما بدي اياه يضل على الجهاز. بمسكه بالفاينه زي ما انتم شايفين، وسامحوني برضه صوتي هالمره تعبان. هذا بطلعه، هذا ثيرمال بيس، شايفين شايفين كيف محجر؟ هذا ما لازم يكون هيك، هذا لازم يكون كتير اطرى من هيك. هلا بتشوفوا كيف راح يكون الثيرمال بيس اللي بده ينحط على هذا الجهاز. طبعا ممكن نحط ثيرمال بيس عادي وممكن نحط ثيرمال بيس مميز اللي هو ال MX4 تمام. انا بحب احط ال MX4 لللابتوبات. طبعا بعد ما نمسحه بالفاين نتاكد انه كل الاوساخ والاشياء طلعت من مكانها، حتى الاشياء اللي نجت هون بالفرشاي بنشيلها كلها، بدناش نخلي عليه ولا نقطة وسخ. هون عند هلا في مرات في بعض الأجهزة شايفين يعني في أشياء بتكون مش ممددة صح أو مش مسلكة صح من الكوابل، فأنا بأكد إنها تكون مسلكة في مكانها، فهذا بجيبه هون هيك في مكانه، وهذا بلف السلك تبعه زي هيك وبقعده في مكانه. طبعا هذا كيبل الشارجر هيو بيجي هون، وهذا كيبل ال VGA طالع عن طريق الهانجز اللي هم الفصلات، وهذا هون اللي هو الواي فاي تبع هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز للاسف ما بياخذ M.2 ولا كان ركبنا له SSD M.2 NVMe، بس للاسف ما بياخذ. احنا هيك نظفنا المذر بورد، بس احنا وصلنا لهي المرحله فبنقول للرماد تعالي نشوف شو وضعك. طبعا هي وضعها نظيف، برضه بنمسحها بالفاين، بس هالمره بنمسحها بالفاين وبالسبيرتو. هلا باجي برش على الفاينة مش على الجهاز، على الفاينة برش سبيرتو وبمسح المعالج لاني بدي اشيل كل اشي بخص الثيرمال بيس القديم من الكرت الشاشة
ومن المعالج، وبنفس الوقت بمسح الرامات نفسها. هلا هذا الجهاز جاي فيه نظام انه فيه 4 جيجا بلت ان و4 جيجا بلت اوت، يعني في مدخل للرام وفي رام راكبه تحتها. شايفين الرام الراكبه تحتها؟ هيهم هدول 4 جيجا، وهون راكب 4 جيجا، فهيك بصير 8. هاي الأربعة ممكن اشيلها احط 8، ممكن احط 16، اللي بدي اياه. هلا هيك بعد ما مسحناها وتاكدنا انه وضعها 100% الرامات بنرجعها بمكانها. طريقه تركيب الرام بجيبها بزاويه 45 زي هيك، بعدين بقولها تك ارجعي في مكانك. هيك المعالج اموره 100% هون، واحنا هيك خلصنا فك بهاي المنطقه. طيب هلا شو بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ هذا الجهاز كله على جنب ونبلش تنظيف في المبادل الحراري. المبادل الحراري بدي امسحه بالفاين برضه زي هيك، بدي اثبته وامسحه بالفاين. كل هذا الوسخ بدي اشيله زي ما انتم شايفين، كل الثيرمال بيس المحجر هذا بدي اشيله، شايفين كيف؟ كل هذا الثيرمال بيس المحجر بدي اشيله لانه بدي احط اشي جديد، وامسح بالسبيرتو، شايفين؟ بدي اياها تلمع لمع زي هيك، وبعدين بشيل هاي المنطقة كمان. هلا اللي على كارت الشاشة مش كتير سيء، بس اللي على المعالج من كتر ما بيحمى خربان تماما. وهلا برش نقطة سبيرتو على الفاينة وبكمل مسح عشان اتأكد انه ما ضلش ولا اي من انواع الثيرمال بيس القديم. هيك صار جاهز المبادل الحراري. خليكم معي بس انظف هذا المكان وارجع اكمل معكم. هلا بعد ما نظفنا الطاولة زي ما حكينا قبل شوي، بدنا ننظف اخر اشي ضل عندنا وسخ اللي هي المروحة. المروحة فيها لها اكثر من طريقة للتنظيف. هلا بما اني فاصلها من برا بقدر اعطيها هواء، ولكن الهواء ما راح يشيل الاوساخ. لاحظوا لازم اسويها بفرشاي بهاي الطريقة. شايفين كيف الزاوية هاي عم بتطلع الاوساخ كلها من مكانها. انا بدي الفراش كله يكون نظيف وما عليه اي اوساخ. فين هاي الحركة؟ هيك انا بخلي الفراش يدخل جوا ويطلع كل الاوساخ اللي موجودة. شايفين؟ باتجاه الفراش بمشي الفرشاي من هاي الجهة وبعدين من الجهة الثانية. فهاي الجهة اولى، لاحظوا شو صار في وراها. هلا بنيجي بالعكس، بس بنيجي مع اتجاه الفراش. يعني انا اول اشي بدي اثبت الفراش وانظف هاي المنطقة، شايفين كيف؟ بعدين اسيب الفراش يتحرك وارجع انظف المنطقة الثانية، شايفين كيف؟ بهاي الطريقة انا هيك بكون ضامن ان انا منظف كل اشي، لانه هاي المروحة مش من النوع اللي بنفك الكفر تبعها. وهلا بعد ما نظفنا بهاي الطريقة، شايفين الغبرة؟ طلعوا، شفتوا؟ شفتوا شو طلع منها؟ هلا طبعا بعد هاي الحركة طلعوا كيف صارت. هلا راح افرجيكم شو صار. طلعوا على المروحة، طلعوا كيف صارت تلمع لمع، كل الاوساخ اللي كانت موجودة عليها طارت تماما. هيك خلصنا تنظيف. هلا شو بدنا نسوي؟ ننظف الطاولة كمان مرة وبعديها نبلش تجميع خطوة بخطوة. خليكم معنا. هلا بعد ما خلصنا تنظيف الطاولة بنجيب اول اشي المذر بورد، بنحطها قدامنا لانه هي اللي رح نجمع عليها كل اشي. الخطوة الثانية بعد ما جبنا المذر بورد بدنا نحط الثيرمال بيس الجديد. طبعا انتم عارفين انه اللابتوبات هاي انها بتحمى، فيفضل تحط لها ثيرمال بيس كتير محترم، وما اتوقع يعني الانتك عليه اي كلام بالنسبه لللابتوبات. هلا طريقه حط الثيرمال بيس، بحط نقطه بالوسط تمام، وهي النقطه كتير ممتازه. هلا راح افرجيكم شو راح اعمل فيها. وبحط نقطه هون وبحط نقطه هون تمام. طيب بعد هيك يا محمود، هلا هي النقطه هاي كفايه 100%، ولكن افضل طريقه لتوزيعها انك تحركها بالبليت. شايفين هذا البليت؟ تاخذها شوي يمين، تاخذها شوي شمال، تطلي المنطقة كاملة من المعالج او من كرت الشاشة بالثيرمال بيس. بحرك ايدي بالاتجاهات كلها عشان اوزع الثيرمال بيس بكل الاتجاهات. ضل الزاوية الاخيرة، شايفين كيف؟ انا هيك عملت لها زي طبقة كاملة من الثيرمال بيس. هلا باجي هون على السي بي يو، شايفين كيف بوزعها كاملة، وبعمل هون كمان طبقة. طبعا لو احتجت بحط كمان، ولكن انا شايفه كتير ممتاز لانه ما بدي طبقة كتير عالية، لانه زي ما انتم كنتوا شايفين كانت كتير باظة بكل الاتجاهات. شايفين كيف صارت هاي الطبقة؟ كتير ممتازة. ها
هاي افضل طريقه لحط الثيرمال بيس. هلا اللي بضل عندي زياده بحطه هون، يعني انا ما بدي اكبه بحطه هون، شايفين كيف؟ هذا لو كان في عندك اي مجال للخطا بالتوزيع، الثيرمال بيس اللي بيكون موجود هون بيساعد. وهلا هدول اللي بضلوا على الهاي البليد ما عندي مشكله فيهم لو كبيتهم. هلا بنزل هذا هيك بنعومه بسيطه جدا بمكانه، وبعديها ببلش اركب البراغي تبعته. طبعا البراغي تبعته بتركب بنفس طريقه الفك، بنبلش اول شيء برقم 1 بنركبه سنين، ورقم 2 بنركبه سنين عشان نتاكد انه كل البراغي 100% امورها. بعدين بنركب رقم 3 سنين، بعدين بنركب رقم 4 سنين، بعدين بنيجي على اخر برغي اللي هو رقم 5 بنركبه سنين، وبعديها ببلش اجي على رقم 1 شوي عادي بشده، رقم 2 بعد ما اتاكد انه كله ركب 100%، رقم 3 هيك بتوزع 100% الثيرمال بيس. طبعا شدته خفيفه جدا، بس انا هون باكد للكل لازم يكون المفك اللي معك 100% مطابق للبرغي، لانه غير هيك يا اما ما راح يشد معك او راح يضل ينطنط معك البرغي، وبهاي الحاله انت راح تضرر المذر بورد. وتنساش انه هذا المعالج بلت ان، يعني اي غلطه صغيره بتضغط عليه راح يفكوا اسنانه من مكانهم. هيك احنا حطينا الثيرمال بيس الجديد على المعالج. طبعا شو لازم نركب كمان عشان نرجع الاشياء لوضعها الطبيعي؟ بدنا نركب المروحه في مكانها. المروحه بتركب بهاي الطريقه زي ما كانت موجودة هون، بنقعدها زي هيك، نجيب السلك تبعها، في له مربط صغير هون شايفينه كيف، في لها زاوية، لاحظوا في لها زاوية تحت المذر بورد، فلازم تيجي هيك تحت المذر بورد، بعدين تقعد 100% بمكانها. بنركب البرغي تبعها، وبعد هيك بنركب الكيبل تبع. بعد ما ركبنا البرغي تبعها بنركب الكيبل تبع المروحة، وهذا تركيب كيبل المروحة، بمسكه من الخلف من عند رجليه، وبعدين بضغطه من الوسط يمين يسار عشان يركب مكانه 100%. سمعتوا كيف تك؟ هيك ركب 100% بمكانه. طيب هلا الخطوة اللي بعدها اللي أنا بحب أكدها للكل، بجيب الهاردسك القديم وبجيب الهاردسك الجديد. أنا طبعا بدي أحط الهاردسك الـ SSD كماستر داخلي، تمام؟ مش خارجي، وأنا بفضل هاي الحركة بالذات لما يكون عليه الاوبريتنج سيستم. هلا هاي النقطه انا بحب اكدها، انه انا بدي احط الهاردسكين جنب بعض، كيف لازم يكون جوا الحاضنه، كيف لازم يكون جوا الحاضنه بالنسبه للكونكشن تبعته. ما بدي اجي اركبه هيك، هذا كان هون هيك، هذا يركب هيك، طلع الفيش كيف صار ابسايد داون عكسي. فانا بدي اتاكد انه يكون 100%. لما اتاكد انه الاثنين 100% بهاي اللحظه بحط هذا هون، ببلش افك الحاضنه من هاد عشان اركبها على الثاني. هون بس برغيين، تمام. في برغيين من هذا الاتجاه. اهم شيء هاي نقطه كثير مهمه، يكون المفك مناسب للبرغي عشان ما ينط معك وانت بتفك او انت بتركب. هلا بعد ما فكيت الاربع براغي برجع بتاكد كمان مره الاتجاه صحيح. بلحظتها برفع الكفر عن هذا الهارد درايف، بحطه هون وبركب الكفر هون عشان اكون متاكد 100% انه ما عندي اي خطا بالتركيب وما راح اعمل اي مشاكل على مدخل الهاردسك باللابتوب. طبعا هاي اللابتوب الاساسديات ممكن يكون براغيها شويه ناعمه، فبدك تشدها شده خفيفه عشان ما تضرها، يكون مكان البرغي ناعم، لانه هي بتكون مجهزه تركب على نفس البرغي تبع الهاردسك القديم. هيك بعد ما ركبنا الهاردسك SSD على الحاضنة تبعت الهاردسك، بناخد هذا على جنب هلأ شوي ورح نبلش فيه. بنجيب الهاردسك هذا بنقعده في مكانه وبنجيبه من الخلف. لاحظوا انتوا قبل شوي انا ضغطته من هون، هلأ بدي اضغطه من هون، لاحظوا بسنتر في مكانه 100% وبركب الفيش 100% في مكانه. بس طبعا خليني اسويها بالاصبع، شايفين كيف سنتر 100% بمكانه. وبنجيب البراغي تبعته، الأربع براغي تبعونه، بنركب البرغي الأول وبنركب البرغي الثاني، بركب البرغي الثالث، وآخر برغي اللي هو برغي الكفالة
طبعا انا بركبهم سنين وبالاخر لما يركب اخر برغي بشد. بعد ما يركب اخر برغي بشد. طبعا بهاي الطريقة انا بكون متأكد انه ما عنديش اي مشاكل بالتركيب. هيك انا ركبت الهاردسك الاس اس دي مكان الهاردسك الايش العادي. طيب هلا شو كمان بدي اسوي؟ بدي اركب الهاردسك العادي بالحاضنة اللي اسمها الكادي درايف. تمام، باخذ الجهاز هذا على جنب هيك وبجيب الكادي درايف زي ما انتم شايفين، زي هيك بيجي، بطلعه من مكانه من العلبة تبعته. طبعا بيجي معاه براغيل اللي بتثبت ومفك صغير حلو ناعم. بجيب الهاردسك هذا، لاحظوا فيه هون ارشادات اللي هي ايش رقم 1 و2 و3 كيف تقدر تركب الهاردسك في مكانه. فهي الارشادات بتقول لك بتجيبه هيك بزاوية 45، بعدين بتقعده وبعدين تضغطه في مكانه بركب، وبعديها بتقلبه upside down وبتركب البراغي تبعته من الاسفل. واكيد اذا في عليه ليبل زي هيك او جلاتين لازم تشيله عشان الحرارة، هذا الجلاتين كله بده ينشال. تمام، هلا انا هيك بعد ما ركبته وسنترته وقعدته مكانه 100% بطلع البراغي تبعونه، الاربع براغي، وبركبهم وين؟ في اماكنهم. وبعديها في خطوة كتير مهمة لازم أأكد عليها للكل، اللي هي لازم أخذ البرغي تبع الحاطنة تبع السيدروم وركبه على الكادي درايف. شو يعني؟ هلا بقول لك شو يعني عشان تفهم الفكرة كاملة. لأنه الكادي درايف لازم يختفي مكان السيدروم. طبعا هدول شدتهم شدة خفيفة جدا، ما بدك تشد كتير لأنه اوريدي بتكون الفيش جاي بزاوية. طيب اللي كنت بحكي عنه أنا قبل شوي إنه السيدروم في شغلتين لازم ناخذهم منه. اول اشي الهولدر اللي بيثبت السيدروم عشان يثبت مكانه الكادي درايف. فباجي هون على البرغي هذا بفكه من هذا المكان، تمام، وبجيبه بركبه في هذا المكان بنفس الطريقة، بقاعد البن في مكانه وبعديها بشد البرغي. خليني بس اسنتره مزبوط انه جاي شوي مختلف. لا هو مش مختلف، بس انه السن بيكون لانه اول مره ينشد فيها. بركب الحاضنه، شايفين هذا نفس المكان اللي فكيت منه الكادي درايف. طيب هلا شو بدي اعمل كمان؟ بدي افك الفيس تبعه، هاد بدي افكه واركبه هون. هذا الفيس كيف بنفك؟ في له طريقه سهله جدا. في عندنا هون زي دبوس صغير شايفينه، بضغط عليه بفتح اللوك تبع السيدروم عشان اقدر اطلع الفيس واركبه في هذا المكان. خليكم معي ثواني افرجيكم كيف هاي الحركه راح نسويها. هلا هاي الحركه بنسويها كالتالي، بنجيب دبوس او بن او مشبك زي ما بدك، بنجيب دبوس او بن او مشبك اللي بدك اياه، نضغطه بهذا المكان، شايفين كيف؟ طبعا بده يكون شوي طويل، بده يكون شوي طويل، شايفين هذا؟ لما انت تضغطه ضغط على الرافعه هاي فتح السيدروم من هذا المكان. بعديها شايفين هذا البن هون شايفينه؟ بدي اضغطه للاسفل واضغط الكفر للخارج زي هيك، شايفين كيف طلعت؟ هي طلع من هذا المكان. هلا في هون زي مشبك ثاني، في هون مشبك ثالث، فانا بدي اجي على المشبك الثالث واحرره من هذا المكان. بنفس الطريقه اطلعه لبرا زي اخوه. ان هم عباره عن ملاقط، شايفين كيف؟ انا هذا اول اشي بطلعه لبرا، بعديها في هون ملقط ثاني بده يكون بنفس الاتجاه، شايفين كيف؟ بس انا بفضل افتحه عشان يعطيني مجال للحركه، انه في ملقطين، واحد من هون وواحد من هون بدهم يطلعوا. هذا الملقط من هون، بس خليني اعطيه مجال للحركه، افتحه كامل عشان اقدر اسحبه للفيس. شايفين في بنات، شايفين كيف؟ بس طلعت البن هذا طلعت هاي كامله. هلا هذا بسكره وبعطيه للزبون، هيك صار السيدروم مشلح. بجيب هاي نفسها بركبها في نفس المكان عشان لما احطها في مكانها، طبعا كل الملاقط راح تكون بتتسنتر 100% زي كانها اصليه، واضغطها في مكانها عشان تسكر الفيس وما يكون كانه في اي فرق. شايفين كيف؟ هاي الملقط ركب وهاي الملقط ركب وهي الثالث 100% ركب في مكانه.
هيك كل الملائط ركبت. طيب شو الهدف من هاي الحركة يا محمود؟ انه انت لما تركبه في مكانه ما يكون في عندك اي شيء فقد بالجهاز. شو يعني؟ يعني بكل بساطة لما انا اركبه في مكانه هاي الجهاز، انا بدي اركبه في مكانه صح؟ لما يركب رح يركب بهاي الطريقة هون، مزبوط؟ المنطقة هاي رح تكون مكشوفة كأنه شيء ناقص من الشاصي تبع الجهاز. طبعا انا هلا ما بدي اركبه بهاي المرحلة، بدي اركبه بعد ما اركب الكفر النهائي، بس انا فرجيتكم كيف بتركب الهاردسك جوا الكادي درايف. طيب هلا هون هيك كل اشي جاهز، شو ضل بدي اسوي؟ ضل بدي اسكر الكفر، بس الكفر قبل ما اسكره بدي اعمل له نفضة لانه في جواته غبرة بشكل فاحش. طلعوا نفس اللي كانت موجودة على المروحة، في هون غبرة، في هون غبرة، يعني انت فاكك وفاكك وبدك تنظف وتنظف، فخليها بذمة وضمير انك تنظف كل شيء عشان بدل ما الناس تدعي عليك تدعي لك. شايفين الغبرة اللي طلعت؟ هلأ كمان في نقطة كتير مهمة، لازم تأكد انه هذا الفيش يكون قاعد مكانه 100% عشان ما يغلبك بأي خطوة من خطوات التركيب. فأنا باجي برحل الفيش هذا، بقعده في مكانه لأنه في هون له ملقط صغير، وبجيب هاي بدخلها هون هيك، بحشرها تحت وبسيب هاي المنطقة بارزة هيك. هلأ بهاي الحالة هو هيك جاهز للتركيب. هلأ بفرجيكو ايش يعني جاهز للتركيب، انه لما انا اتركه بهاي الطريقة هو هيك مطابق للفتحة اللي فوقيه، فلما اسحبها واشبكها في مكانها بتكون الامور 100%. تمام؟ هلأ هادي بنحطها على جنب وبنحط الجهاز الاساسي قدامنا بهاي الطريقة، وبعديها بنعمل هذا upside down وبنقلبه وبنحطه هون في مكانه. بعديها نبلش نكبس الملاقط تبعته، تأكد انه كل اشي في مكانه عشان ما نتغلب بأي اشي. بنبلش بالملاقط زي ما انتم شايفين تك، وهي الملاقط الثاني، نضغط هون على باقي الملاقط، سامعين؟ بلش تك تك، وبعديها بنبلش نرش البراغي. اول شيء انا بحب اركب البراغي الغريبة اللي هي تحت السدروم، هاي ضروري اول شيء اركبها عشان ما انساها. هلا بعد ما اركبها بجيب الكادي درايف تبعنا، وهي النقطة اللي كنت بحكي عنها، ليش احنا بنحط الفيس؟ طبعا هذا بده يركب بهاي الطريقة، شايفين كيف؟ لاحظوا لما ركب هون فيش اي فراغ، لو انا ما شلت الفيس هذا وركبته بهذا المكان بصير في عندي هون فراغ، وهاي نقطة الكل من الزباين بكرهها، انه لما يرجع له الجهاز رجع له في فقد او نقص او في مشكلة بالشكل العام تبعه. هلا هذا البرغي هيك ثبت الكاد درايف في مكانه، هيك صاروا الهاردسكين مشبوكين جوا الجهاز، وانا عم بركب هلا باقي البراغي تبعت الجهاز عشان نكون خلصنا من الهاردوير مود، وبعديها نبلش بالسوفتوير مود. بس طبعا اكيد ما راح ننسى لا البراغي الداخلية ولا راح ننسى نركب الكيبورد الجديد هلا بالخطوة اللي بعد هاي. هلا احنا بنركب البراغي هاي كلها، سامحوني برضو انا زي ما بحكي لكم صوتي يعني تعبان لانه كان اليوم شوي شاق، ويعني الجهاز هذا غلبنا قطعه لحد ما لقيناها كاملة، فالحمد لله نقدرنا نلاقيها كاملة عشان ما نغلب زبون ويجي يستلم الجهاز بافضل من حالة المصنع تبعته لانه كان عليه هاردسك عادي. هلا بنجيبه بنرجع نفتحه من جوا وبنركب البرغي تبع الكفر السفلي، شايفينه هذا؟ حكيت لكم انه في برغي من جوا بمسك عكسي على الجهاز. طيب بعد ما ركبنا هذا البرغي اكيد ما ننسى قبل ما نركب الكيبورد شو نسوي؟ نسحب الفيش تبع الباور، شفتوا ليش انا حطيته بهاي الطريقه؟ عشان يصير سهل بالنسبه لي امسك الفيش بهاي الطريقه واشبكها في مكانها هون، تمام؟ وطبعا بدي انتبه انه انا بشتغل بكيبل بطارية، فبدي اكون متأكد انه انا شغال بالشكل الصحيح وما اعمل اي شورت. شايفين كيف سنترتها في مكانها؟ وبعد هيك باجي من الملاقط من التنين على الاطراف يمين يسار لحد ما تشبك 100% بمكانها، شايفين كيف تصير مساوي للمذربورد، وبعدين بضغط هذا الكيبل للاسفل عشان ما يتعارض معاي بالكيبورد. وهلا الخطوة الاخيرة ضلت اني اشبك الكيبورد الجديد في مكانه.
طبعا الكيبورد الجديد عشان اشبكه بمكانه، شايفين الكيبل كيف بيجي، فانا بدي اعكس الكيبل تماما، بعكس الكيبل تماما وباجي لهي المنطقة هون، بفتح اللوك تبعها وبدخل الكيبل، بدي اتأكد ان الكيبل دخل كامل، في له هون زي هولدرين او ملقطين على الاطراف. خليني احاول اوضح لكم اياها، خلي الانارة تكون مناسبة. في ملقطين، شايفين في ملقطين صغار، في واحد هون واحد هون، بدهم يدخلوا بعديها اسكر الايش الرافعة تبعته او اللوك تبعه، وبعديها اجيب الكيبورد سلايد من هون من الاسفل زاوية 45، بقعد الرجلين اللي موجودة هون، وبعديها ببلش اضغط الاطراف يمين واليسار عشان تمسك اللوكات تبعتهم. في لوكات بلاستيك على الاطراف، بعديها في لوكات هون، شايفين كيف في كل الزوايا في لوكات. بعديها بكون ركب 100% الكيبورد في مكانه وهيك قاعد 100%. طبعا ما ننسى انه بعد ما نركب الكيبورد انه في له برغيين بيثبتوه في مكانه، في برغيين بيثبتوا الكيبورد في مكانه، وهيك بنكون خلصنا من الهاردوير شغل بهذا الجهاز. خليكم معانا هلا بدنا نبلش معاه سوفتوير ونفرجيكم كيف راح ننزل الويندوز على الهاردسك الاس اس دي مش على الهاردسك العادي، تمام؟ خليكم معنا. هلا بدنا نبلش معاكم بالسوفت وير مود، زي ما انتم شايفين طلعوا هون انا شابك الفلاشه على الجنب الشمال، شايفينها على الجنب الشمال، قدام الفلاشه في كبسه صغيره، كبسه الريكفري، كبسه الريكفري مود، تمام؟ هلا انا بشغل من كبسه الريكفري مود لانه هي اللي راح تعطيني الاوبشن اللي انا بدي اشوفها. بعديها بدخل على البيوز، بتاكد من اعدادات البيوز، شوفوا بدخل هون على البيوز، بتاكد انه اول شيء سكيور بوت انيبل، بتاكد انه قرا الهاردسك، بتاكد انه قرا السيدروم، بتاكد انه كل تفاصيله 100%. طبعا احنا رجعنا فكينا الهاردسك الانترنال ورجعنا السيدروم مكانه لانه طلع الانترنال الهاردسك فيه مشكله والزبون ما رضي يركب بداله، فقلنا له ما في مشكله خلص خليك على الاس اس دي. ندخل على البوت هون بنشيك على كل شيء انه 100% وانه يو اف اي كل تفاصيله تمام، بعديها بنقول له سيف اند اكزيت وانتر. هلا هيك نرجع بنطفيه بنرجع بناخذ البوت منيو، او ما في داعي لانه اصلا الهاردسك اللي راكب جوا اللي هو الاس اس دي ما عليه اوبريتنج سيستم، فهو راح يحمل مباشره من الفلاش، ونرجع بنعيد وبنكرر لما يطلع شعار الشركه الصانعه ديل لينوفو وريفر، معناته احنا شغالين على يو اف اي مع جي بي تي، راح يشتغل الجهاز بافضل واعلى اداء له، ما راح نشتغل على الليجاسي لانه لو طلع هون شعار ويندوز بدل لينوفو معناته احنا شغالين ليجاسي، بس بما انه طلع شعار الشركه الصانعه لينوفو اتش بي وريفر شو ما كانت الشركه، معناته احنا شغالين على افضل اداء للبيوز، تمام؟ هلا بيظهر اللودينج تبع الويندوز تحتها، وبهي المرحله احنا هون هيك بنبلش نعمل الاعدادات تبعتها، بدنا نقول له هون انه احنا بدنا اول شيء بدنا شيء هي يو كي، بدنا اياها يو اس، طبعا هاي ويندوز 11 احنا بدنا ننزلها هلا، الجهاز عليه نسخه اصليه فراح ياخذ الكود مباشره وراح ينزل عنده ويندوز 11 مباشره، وراح تكون كل اموره 100% وراح يصير الجهاز قوي جدا جدا. طبعا البطء اللي انتم عم تشوفوه لهذا لانه هو عم يقرا بالهاردوير، فهذا البطء طبيعي جدا. فهيك احنا وصلنا لمرحله تقسيم الهاردسك، احنا عندنا هلا قطعه واحده بدنا نعمله سي، بنقول له اوكي، بنقول له ايش نيكست، وبنسيبه عاد يحمل نسخه الويندوز تبعته. هلا راح تشوفوا انه قديش راح يكون سرعه النسخه، طبعا هلا اذا كان في شويه بطء هون بيكون بطء اليو اس بي، بس هيك الوضع راح يكون 100%. خلينا نسرع الفيديو هلا. هلا زي ما انتم شايفين بعد ما خلص الاعدادات الاساسيه وخلص الكوبينج وخلص كل شيء، وصلنا لمرحلة الفينش والريجن والاشياء هاي اللي هي اخر مرحلة بتنزيل الويندوز، بدنا نختار المكان اللي هو الاردن، احنا هون بالاردن، هاي جوردن، بنقول له يس، بعديها بنقول له اد اديشنال لانجويج اللي هي طبعا احنا هون بدنا نختارها مش يو كي، بدنا اياها يو اس عشان ما نتغلب بالات والاشياء الثانية، الكيبورد لاي اوت، بعديها بنقول له اد لاي اوت، وبنقول له ارابيك جوردن. طبعا الشكل هذا برجع بعيد وبكرر، الشكل هذا من الكيبورد اللي بيجي فيه الات هون هو 101، تمام؟ ما نرجع نخربط العربي بالانجليزي 101، ولما يكون الشين في مكانها وهون كله 100%.
هلا هون هاي النسخة أنا معدل عليها بالإعدادات تبعتها، فأنا لما أقول له I don't have internet راح يسوي لي local account directly باسم التشانل تبعتنا، فأنا ما عندي أي مشكلة. تمام، وبعد أول restart راح يعمل changing للباسورد، فراح تكون أمورنا 100%. لاحظوا هلا هيك دخل وهيك خلصت الويندوز، كانت معاكو إعدادات الويندوز 100%. هلا بعد هيك بدنا ننزل تعريفات، بدنا ننزل البرامج الأساسية، وبعديها بنقولكو تصبحوا على خير. بس هلا بدنا نكمل معاكو بالإعدادات تبعت الويندوز، نتركه شوي هيك دقائق بسيطة أو حتى أقل من دقائق يخلص بس الفينش تبعت الويندوز، وهو فعليا هي almost there، خلص. يعني احنا لسه قاعدين بنحكي بهالكلمتين هو فعليا خلص. هلا هو بيعطيك انه كأنه انت عدت هاي النقطة، ولكن هو تخطاها، وبدنا هلا نبلش نعمل الإعدادات تبعت الويندوز والتعريفات والأشياء تبعته. هلا أول خطوة أنا بحب أسويها اللي هي أطلع الماي كمبيوتر، باجي هون على themes، بنزل لتحت بقول له change icon settings، وبختار check box على اليوزر فايل والماي كمبيوتر، بعدين هون باجي هون بعمل له refresh أو auto array، وبعديها بشبك إنترنت زي ما أنتم شايفين. طبعا اللي بزقط الباسورد أهلا وسهلا يجي يشبك عندي، بنقول هذا الباسورد تبعنا، هلا راح يشبك انترنت، ممتاز. وبعديها بنبلش بالاعدادات تبعته. طبعا لاحظوا سرعه الجهاز، الجهاز لما اجانا كان ببطء مش طبيعي. طبعا هذول فلاشاتي، انا هلا بدي افصل الفلاشه هاي واشبك الفلاشه الثانيه عشان ننزل التعريفات والبرامج ونجهز كل شيء بجوا الجهاز. تمام، هاي الفلاشة الثانية بدنا ندخل هون، نقول له بدنا ندخل على البرو، نكبر هاي، نيجي تحت، ننزل تحت 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 تحت. طبعا هو لسه عم بيعرف فيها واحنا مش صابرين عليه زي ما بيحكوها، بس خلينا نبلش نبرمجه على السريع عشان الزبون جاي بالطريق. فبنيجي بننزل الوينرار، طبعا كل شيء بنزله 64 لانه احنا حاطين ويندوز 64. نيجي هون هيك accept and install، نيجي بنزل ال VLC player اللي هم المالتي ميديا بروجرام. طبعا الجهاز لسه مش معرف، وشوفوا شو وضعه وسرعته. يعني بسم الله ما شاء الله، الله يطرح البركة لصاحب الجهاز. يعني انت بتشك مرات انه جهازك سيء او في مشكلة او عليه مشكلة، ولكن المشكلة الأساسية بكل بساطة هي الهارد ديسك تبعك. الهارد ديسك إذا كان فيه مشاكل بغلبك كتير 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 بغلبك، بس عليك تستبدله من هارد ديسك عادي إلى SSD وبتنحل كل مشاكلك. ثق تماما، كتير من الأجهزة مشاكلها بس إنه الهارد ديسك تبعها صار عليه مشاكل. بتعرفوا أنتوا الهارد ديسكات العادية كتير بيصير عليها مشاكل. وهذا البلاير الثاني اللي احنا بدنا ننزله، وبعديها بننزل البراوزرات الستاندر، هذا الاول وهذا الثاني. وعندنا هون يعني انا بحب انزل الفايرفوكس والكروم، هدول اهم اشي انا بحب انزلهم من البراوزرات، وبحب انزل كمان اللي هو الادوبي ريدر. واخيرا وليس اخرا الاوفيس. طبعا هاي الاشياء واحنا بننزل فيها خلينا ننزل معانا بنفس الوقت الدرايفرز تبعون الجهاز. طبعا هذا اكيد الانتي فايروس بشوفه فايروس لانه هذا الباتش تبع الاوفيس. بدنا ندخل هون على الانتي فايروس ونقول له هذا مش فايروس عشان نكمل عمليه تنزيل الاوفيس. أنا من أهم الأشياء اللي بكون متأكد إني لازم أعرفها على الأجهزة اللي هي الماوس باد، عشان تعرف تتحرك براحتك، تعمل رايت كليك والليفت كليك والسلايد والأشياء هاي مهمة جدا 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 مهمة. يعني في ناس بالنسبة لهم مش مهمة، لا بس أنا بقول لك التحكمات تبعت الماوس للي متعود على ماوس اللابتوب إذا ما عرفتها كتير بتتغلب، هاي نقطة كتير مهمة.
هاي ستارت براوزنج، هذا المتصفح جاهز. احنا ما ثبتناها اللي بنثبته على التاسك بار. خلينا نفتح الاوفيس زي ما انتم شايفين كل اشي ماشي معانا حلاوة، بسم الله ما شاء الله. وهون بنقول له ستارت، وبنيجي على هاي هون بنقول له بدنا نعمل لها اد. طبعا اذا انت مش عاجبك المنيو هاي بتقدر تقول له شو ستاندر او مش عارف ايش كان اسمها، هلا بتاكد لكم من اسمها، اللي هي المنيو القديمة او المنيو تبعت الويندوز 10، اللي متعودين على المنيو تبعت الويندوز 10 ديفولت. يس احنا بنعمل الاعدادات قاعدين مباشرة بنفس اللحظة. نيجي هون لتحت كروم 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 كروم، هاي كروم عشان اعمله ديفولت. بنزل على اشي اسمه HTTPS، هاي بختارها من هون بقول له تشينج اني واي وبقول له كروم سيت اس ديفولت، فهو بياخذ ال HTTP وال HTTPS وهدول هم المهمات جدا عشان يصير متصفح اساسي لكل اشي. في منيو في منيو قدامه لازم نختارها عشان انجلش. وهيك احنا عم بنفنش قاعدين بالاعدادات تبعته. سيمور كرت، هاي المنيو اللي احنا كان لازم نغيرها. هلا بنفس الوقت شو بنسوي؟ بندخل على جوجل كنترول انتر بكمل لنا اياها، بندخل على شيء اسمه لينوفو، انا عم بكتب غلط، لينوفو درايفر، وهيها ندخل على الموقع الاساسي تبعهم. بنزل تولز بسيطة جدا، بتقرأ لك الجهاز وبتنزل لك كل التعريفات. في عندهم هون شيء اسمه اوتو ديتكت او اوتو ابديت، بنعمل سكان بقول لك ستارت. هلا رح يعطيك زي تولز خفيفة تنزلها، بعد ما تنزلها بهي من هون هيك I have read agree continue. على ما ننزل التعريفات بتكون الأوفيس خلصت، وبعد هيك بكون كل إعدادات الجهاز هاي جاهزة 100%. بقول له I don't install I have read عشان ننزل البريدج، في شيء اسمه بريدج، البريدج هذا لازم تنزله عشان يقرأ الهاردوير تبعت الجهاز تبعتك عشان ما يغلبك وهو عم بقرأ بالهاردوير تبعتك، لأنه من غيرها ما رح يقرأه. بعد هيك بقرأ الاسم وبقرأ الموديل وبقرأ كل اشي، لأنه احنا اللي شغالين عليه مش T420i لابتوب، هو اشي تاني اللي هو لينوفو ايديابات، لاحظوا اللي هو 110/15 ISK، والموديل تايب تبعته هي لاحظوا على طول اعطاني انه انزل وحده ثانيه، لانه خلص قرأ الموديل بده يقرأ التعريفات الكامله تبعت الجهاز، وبعديها راح يقرأ اذا في تعريفات ناقصه وينزل لي اياها اوتوماتيكيا. وهذا افضل شيء عملته شركه لينوفو وشركه ديل وشركه اتش بي، يعني كثير شغلات عملوها كثير بتريح على اليوزر انترفيس، بس لينوفو عاملينها از ويب سايت، اتش بي وديل عاملينها از ابلكيشن اسمه اتش بي اسيست او ديل اسيستمنت. هذول الابلكيشنات بيشيكوا على الجهاز على الهاردوير والسوفت وير اذا كان فيهم اشي ناقص، وبيعطوك اذا كان في مشاكل، وبنفس الوقت اذا كان في مشكله بالتعريفات بنزلوا لك اياها، يعني بخلوا لك جهازك ايديال جاهز للاستخدام. هلا هيك شو ضل عندنا؟ ضل عندنا هون بس بدنا ننزل اللي هو الادوبي، خليني انزل له الادوبي، ايوه هذا هو ادوبي ريدر، بس بدي انزله بعد ما اخلص الاوفيس عشان بتضاربوا مع بعض، فخليني اضل مع الويب سايت هون دقائق بقرا بعديها الهاردوير. شايفين هي بلش السيرفس تبعت البريدج عشان بلش يقرأ الهاردوير تبعت الجهاز وينزل لي كل التعريفات تبعته. وضع البطارية جيد،
وهيك بنكون شرفنا على انتهاء الفيديو. طبعا بديش يعني اذكركم بتدعموا اللايك والشير، واللي بحب يحط لايك يعني بكون مشكور، واللي بحب اي سؤال بخص الاجهزة بخص القطع ايش الكومباتبل القطعة هاي مع الجهاز هاد يبعث لي على اي فيديو من فيديوهاتي وانا بجاوبه باذن الله. انا بجاوب تقريبا 90% من اللي بكتبوا لي او حتى 100% بالوقت الحالي، لانه انا متفرغ اصلا اليوتيوب هلا، ويعني اي حدا بده اي شيء بجاوبه على طول. هلا الاوفيس خلصت زي ما انتم شايفين، بدنا نحولها لفي المود وبعديها ناكتفها ونجربها ونتاكد منها 100%. وبنفس الوقت هلا بنقدر نشغل الادوبي ريدر دي سي لاست فيرجن، لانه خلص الاوفيس انتهى موضوعها، عم بتحول قاعدة. بعدها بكون ضايل عندنا بس اللي هو التعريفات تبعت الجهاز، وهيك بنكون عم بنفنش قاعدين. هلا هاي الاكتيفيت اخر خطوة للاوفيس، وبعديها بتشوفوا بعينكم كيف راح يطفي الجهاز ويشتغل. هاي النقطة اللي انا بحب اكدها للكل، انه لما انت تشتغل على جهاز وتكون متأكد انه الجهاز هذا لما تنهي اموره راح يفرق فرق شاسع عن الوضع الاساسي اللي انت استلمت فيه الجهاز. يعني لما يجيك الجهاز عليه هاردسك عادي وانت تعمل له حفلة، ومن ضمن الحفلة هاي تعمل له غسيل وكوي، تنظيف، تبديل ثيرمال بيس، تبديل تنظيف مراوح، تنظيف كل اشي، اكيد اكيد الجهاز ما راح يكون بالوضع اللي كان فيه. شايفين الاوفيس كيف عم تتنطنط 100%، يعني كل امورها 100%، ما عندك اي مشكله. هلا هذا بالوضع الطبيعي انه السيرفر بياخذ شويه وقت ليقرا الجهاز، هذا طبيعي جدا عشان تكونوا عارفين، هذا الطبيعي جدا للسيرفرات. هي بقول لك دونت ليف ذيس بيج، انه ما تتركش هاي الصفحه، ممكن ياخذ من دقيقه لثلاث دقائق. وشكرا لانك متفهم هذا الموضوع. Thank you for your understanding. خليه ياخذ وقته هذا، بنفس الوقت نشيك هون. لا اذا انت حاسس الوضع مش تمام اعمل ريفرش بس عشان تتاكد انه قرأ 100% كل شيء. وهي بنقول له ستارت مره ثانيه. عم بشيك على البرج انه موجود. شايفين هاي قرأه سكانينج ان بروجريس، هلا قرأ الجهاز 100%، وهلا عم بقرأ قاعد اذا في تعريفات ناقصة او اشي. هلا هون بقول لك سكانينج دو نوت ليف ذيس بيج، بفحص قاعد بالتعريفات الموجودة على الجهاز هل فيها نقص او فيها اشي. هاي هون برسنتج 1%، هاي 55%، 63، بقرأ تعريفات الجهاز كاملة وبشوف إذا في إشي ناقص بجيب لك إياه وبقول لك تفضل. هلا بنفس الوقت خلينا نترك ننزل هاي تحت ونعمل الفينش اللي إحنا بنحب نسويه بالعادة، نصفت الأشياء جنب بعضها، يعني البراوزرات جنب بعضها، نشوف إذا في إشي ناقص ننزل لهم إياه. نفتح هون، خلص وبقول لك كومبليتد، إنه فيش إشي ناقص. هلا في بعض الأشياء زي التعريفات تبعت الماوس وغيرها ويندوز 11 اوريدي بتجيبها لحالها، بس انت لازم تروح تعمل تشيك. طبعا هذا الويندوز اصلي حكينا، واثبات هذا الحكي انه هون لو دخلنا على الاكتيفيشن بيعطيك انه هيها شايفين اكتيفيشن وذا ديجيتال، يعني هو هيك فعلها هوم، لانه هذا الجهاز كان عليه ويندوز 10 هوم اديشن او ويندوز 8 او 10 او شو ما كان بنزلهم هوم اديشن. لاحظوا هون عم بنزل قاعد التعريفات تبعت الجهاز وشغال عليهم، يعني لما السايت قرأ انه في كل اشي معرف بيكون مش غلطان، ولكن الويندوز هون راحت جابت التعريفات هاي كلها. هلا تأكيد هذا الحكي بندخل هون نتأكد، واذا في اشي مش ظاهر ضمن التعريفات بنروح بنجيبه مانيول، لانه الاوتو سايت ما قرأت مش قارئة صح. طيب لانه هو مجهز لويندوز من فيرجن تاني، بنرجع هون بنقول له
نرجع باك نقول له مانيوال، واحنا بننزلهم بايدنا، احنا عارفين شو اللي بدنا اياه. بندخل هون على ايش اسمه ماذر بورد، اول شيء بدنا ننزل اول شيء هاد اللي هو اوكي، هذا اول تعريف بدنا ننزله. وبدنا ننزل كمان درايفر شيبسيت 64، احنا هون بدنا ننزل هاد تبع الويندوز شيبسيت ويندوز 10 طبعا، اقرب شيء لويندوز 11 هو ويندوز 10، فبروح بنزل ويندوز 10 ما بنزل لا شيء لويندوز 7. وبجي هون بنزل ليتست 1 اللي هو هاد، سوري هاي تكست، بنزل هاد. هيك بكون نزلت تعريفات الشيبسيت او المذر بورد. تمام، برجع باك. هلا اذا بدي اختار له من هون، شايفين ويندوز 11 ما الها اي شيء، عشان هيك ما اعطاك الاشياء تبعتها، فبختار ويندوز 10، شيل لي ويندوز 11. هون بيعطيني التعريفات تبعت ويندوز 10، وهون باجي على كلير اول، برجع للسيستم اللي كنت شغال عليه انا، اول، برجع باك انه انا خلصت من المذر بورد. باجي للاشياء الاساسيه، بالعاده الاوديو ما بنزل 100%، فانا باجي بنزل له مانيوال. هلا الكونكسنت هذا في هاد اللي احنا بدنا ننزله اللي هو 64 تبع ويندوز 10. بعديها برجع هون، شايفين يعني مرات بقراها 100% ومرات ما بقرا. تعريف الكاميرا برضه من الاشياء اللي انا بحب انزلها اللي هو الكارد ريدر، شايفين بدك تنزل التعريف تبعه، وبعديها تنزل تعريف الكاميرا نفسها. بعديها نرجع باك هون، ايش في ريال تيك كارد ريدر، اوكي احنا اخترناها هاي. ايش ضل في عندنا من الاشياء المهمه جدا لازم ننزلها؟ تعريف كرت الشاشه. طبعا احنا كرت الشاشه عندنا هون اي ام دي، فبنيجي بنختار اشي بخص الاي ام دي. تمام، لا ويندوز 10 بعديها بنكمل حفلة التبضع من موقع لينوفو لهذا الجهاز. من الأشياء المهمة جدا اللي أنا بحب أنزلها اللي هي عند التاتش باد، التاتش باد تبعت الماوس. هون عندك ثينك باد، هذه لويندوز، أوكي هاي اللي بدنا إياها. هلا هيك إحنا تقريبا عم ننهي قاعدين الأشياء تبعت الجهاز. خلينا ندخل على الأوبن فولدر، هدول كلهم اشياء بدنا ننزلهم. بعد ما ننزلهم راح نلاحظ انه كل اشي هون من ضمن تعريفات الجهاز راح يختفي، اي اشي هون مش معرف بدنا نضلنا نعمل نبحث وراه لحد ما ايش نعرفه. تمام، فبنبلش اول شيء بهاي، نمشي بالترتيب من تحت لفوق لانه احنا هيك نزلناهم كمذر بورد وغيرها. طبعا هلا ممكن شوي يكون في بطء خفيف لانه اصلا الويندوز عم بتعرف واحنا عم بنعرف والجهاز بيعمل قاعد تحديثات، ففي اكثر من شغله بنفس الوقت عم بيشتغلوا. فيعني مش هلا رح نحكم على سرعه الجهاز الا بعد ما يتعرف. دائما لما يكون الجهاز مش معرف لا تحكم على سرعه الجهاز. طبعا التعريفات في اشياء ممكن انزلها مع بعضها وفي اشياء مش ممكن انزلها مع بعضها. يعني هلا الاي ام اي اي او ال الشيبسيت مع الاي ام اي اي بينزلوا مع بعض، ما عندك مشكله انه الاثنين بخصوا المذر بورد، بس الاشياء الثانيه ما راح يزبطوا انهم ينزلوا مع بعض. اي اجري. هاي اللي هي الانتل مانجمنت انجن كومبوننتس، هاي مهمه جدا انك تنزلها لانه بتخص المعالج، بتخص المعالج وبتخص المذر بورد. وهاي اللي هي الشيبسيت، هلا لاحظوا هاي اللي شايفينها اس ام بس كنترولر، بعد ما انزل هذا التعريف راح تختفي لانه هاي تعريف المذر بورد، اس ام بس كنترولر هاي دائما للمذر بورد، بعد ما ينزل تعريف المذر بورد راح تختفي. طبعا بدك تنتبه وانت بتشتغل بالتعريفات انه كل تعريف لما ينتهي راح يطلب منك ريستارت، فبدك تقول له نو عشان ما تعمل ريستارت وانت لسه مش مخلص شغلك بالجهاز. يعني تكون تنزل بشغله ويجي يطلب منك ريستارت، تروح تعمل ريستارت مباشره
تدخل الامور في بعضها. هلا هذا ما طلب ريستارت، نقول له اوكي. لاحظوا مباشره لما هي تعرف طلعوا كم شغله من هون اختفت، نقول له ريستارت ليتر، كم شغله اختفت، اكثريه الاشياء اختفت. هيك انا بكون عارف ان انا ماشي 100% بالطريق الصح. وهذا بيقول له اوكي، هذا نزلناه قبل شويه بالضبط، انه نازل اي ام اي او الاي ام اي اللي هي اشياء بتخص الانتل مانجمنت اللي جواها. هذا تعريف الاوديو، لاحظوا هون الاوديو معطيك هاي ديفينيشن، يعني مش معرف، فاحنا بدنا نعرفه. وبعديها هلا في تنتين، واحده منهم راح تكون للكونكسنت والثاني منهم راح تكون للاي ام دي. ناخذ اللي بعدها كارد ريدر. هلا هاي اليو اس بي ممكن تكون الكاميرا وممكن تكون الكارد ريدر، شايفين كيف؟ هاي تعرفت، هاي اليو اس بي اختفت معناته هي الكارد ريدر، ممتاز. نكمل، طبعا في واحد هون لازم اقول له اوكي عشان يفتح الاوديو. وهلا بعديها بعد ما نخلص راح الاوديو يختفي ويقول لك اوكي. وهيك بنكون احنا متاكدين انه احنا معرفين كل شيء 100% بالشكل الصحيح، وما راح يكون عندنا اي مشاكل. تمام، لا تنسونا من الدعم واللايك والشير. لهي الاشياء ما عندك مشكله لو سويتها مع بعضها، لانه ما بتتضارب مع بعض، يعني تعريف الاوديو مع تعريف الكاميرا ما بتضاربوا مع بعض، ما عندك مشكله. بس ممكن يعملوا تاخير لبعض، بس احنا عشان السرعه عم بنحاول نسويهم مع بعض عشان ما نطول بالفيديو تبعنا. هلا اكبر تعريف زي ما انتم شايفين هو تعريف الاي ام دي الجرافيك كارد. هلا هاي قربت تخلص، هلا كلهم مره واحده بخلصوا. لاحظوا هون برضه هو نزل اشياء، شايفين هو برضه نزل اشياء. هلا انا هيك من كثر الاوامر اللي اعطيته اياها يعني هنك، بس طولوا بالكم هلا بشتغل مره واحده وبستجيب لكل الاوامر. وهون بنقول له اوكي لينوفو كير، هاي اللي هي تعريف التاتش باد، وهاي من اهم الاشياء اللي انا بحكي عنها لازم تتعرف في الجهاز. وهاي اللي كانت عن شوية هاكينج اللي هو الـ AMD. طبعا الجهاز عندنا مدعوم بكارت AMD جرافيك كارد. هلا هدول هيك لازم يكونوا سووا كل اشي، فخلينا نخليهم يخلصوا. هاي هيك كمان عشان مرة واحدة كلهم يقولوا فينش ويكون كل شي خلص. نجيب هاي هيك ونجيب هاي هيك، لاحظوا مش ضايل اشي تقريبا، مش ضايل اشي تقريبا. بعديها شايفين الكونكسنت سمارت اوديو اتش دي اتعرف. هلا هذا الهاي ديفينيشن اوديو، هذا تعريف، هذا مع تعريف الاي ام دي اوديو، راح تمشي الامور 100%. بس خليهم يفنشوا مع بعض هدول وبعديها نشغل الاي ام دي. ما راح اشغل الاي ام دي معاهم عشان ما يتضربوا مع بعض، خلي هدول يفنشوا اول شيء وبعديها بنشغل الاي ام دي، لانه هدول شغالين والابديت شغال بنفس الوقت عم بنزل، فالجهاز صار شوي كونفيوز، فطبيعي انه ياخذ شوي ديلي بالمنطقه هاي، فبدك تطول بالك شوي عليه، خليه يخلص شويه اشياء لانه هو بحاجه للريستارت هلا باللحظه هاي. فخليه يفنش. هي اول واحد فنش اللي هو الاوديو نو، هاي النقطه اللي انا بحكي عنها دائما. وهي الثاني فنش اللي هو الكاميرا، شايفين اعطانا ايزي كام. تمام، خل ضل الثالث هيفنش اوكي نو، بدناش يرست وهو شغالين احنا عليه. هلا يتهيألي في كمان للينوفو شيء اسمه باور مانجمنت، هاي هون ممكن تكون باور مانجمنت، خلينا نجيبها من السايت واحنا شغالين بنفس اللحظه. شيء للباور مانجمنت، هاي هلا بفرجيكم اياها، شيء لاعدادات الباور بتكون جوا الجهاز. خليني اشوف باي منطقه راح تكون.
ThinkPad IO ممكن يكون هون USB Framework هذا USB 3 خلينا ننزله بالمرة ما بضر ونرجع هون من ضمن الأشياء اللي بدنا ننزلها USB 3 وبعديها في عنا جرافيك اوكي باور هيها 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 هاي هي اللي احنا بدنا اياها هاي الاشي اللي ضال مش معرف تمام فبنشغل هاي من هون لانه احنا بدنا نعرف شو الاشي اللي نزلناه واللي ما نزلناه بنقول له اوكي نيكست 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 بننزل هاي تحت بنقول له هون فينيش بنقول له هون اكسبرس هذا تعريف كرت الشاشة اللي هو الرايدن والتعريف الثاني الباور والأشياء الثانية هيهم هون شايفين لا هاي ما طلعت هي اللي بدنا إياها طيب معناته آخر واحدة اللي هي الباور أيوة ACPI هاي اللي هي تعريف الاشي هذا اللي ناقص دائما لينوفو عندها باور مانجمنت بتعرف جوا الويندوز فبدك تكون عارف لاحظوا اختفت هيك احنا 100% طبعا ريستارت اكيد راح اقول له لا لحد ما خلص تعريف الجرافيك كارد لانه الجرافيك كارد لسه لاحظوا هلا عم بتعرف قاعد لسه في عندنا كمان الجرافيك الانتل لازم نعرف كمان الانتل معناته خلينا نجيب الانتل كمان بنفس اللحظه نيجي هون نرجع نيجي على الجرافيك اكسلريتر وبنجيب الانتل لانه احنا عرفنا الاي ام دي بس الانتل لسه هلا ممكن تعريف الاي ام دي يعرف الانتل بنفس اللحظه بس ما بنقدر نحدد هذا الحكي الا ما ايش يخلص هذا هون وبعديها بنعمل ريستارت وبنشيك على كل شيء انا شغلت كمان تعريف الانتل عشان مرة واحدة ننهي الامور كلها وهذا كل اشي هون جاهز داونلود ان انستول خليه بعد ما نعمل ريستارت نتأكد منه عشان نكون متأكدين من كل شيء 100% وهذا تعريف كرت الشاشة الانتل انه هو في كرتين واحد موجود جوا المعالج وواحد موجود اكسترنال الاي ام دي هو الاكسترنال والانتل جوا المعالج بيكون موجود لازم تعرفه هذا هيك جاهز keep the system okay up to date وهون بقول لك انه الاي ام دي جاهز معناته فعلا كان لازم نجيب الانتل عشان يعرف الانتل خلينا نتاكد انه راح يعرفوا هلا لو ما عرفوا ما عندي مشكله لانه الويندوز اوريدي بتعرف هذا الاشي اوتوماتيكيا لحالها بس انا بحب دائما اجيب من الشركه الصانعه افضل من انك تاخذ مرات من الويندوز او غيرها بيكون افضل دائما طبعا الفلاش ما لها داعي احنا خلصنا هلا شغلنا من الفلاش فبنفصلها نتاكد اليو اس بي 3 عرفت 100% هي معرفه ضل بس الانتل الجرافيك كارد تتأكد ان الماوس تعرفت طبعا هي بدها ريستارت عشان تتأكد من هذا الحكي عشان السلايدنج زي ما انتم شايفين لسه بده وقت خلينا نشوف هلا بس يخلص هذا التعريف وبعديها بنعمل ريستارت انت يلي عم تحضر لسه ما حطيت لايك يا زلمه والله اللايك ببلاش يعني انت خذ افيد واستفيد يعني طبشنا بحجار حنانك ما عندي اي مشكله انا كلوك ما بدي اسوي شيء هلا مايكروسوفت يلا ابديت خليه يعرفه بعديها بنعمل ريستارت لاحظوا هاي عرفوا شايفين الماوس كيف اختفت ورجعت ظهرت هيك عم بيعرف فيه
هيك الـ AMD اتعرف والانتل اتعرف. لاحظوا مباشرة طلعوا هيو انتل اجي، بعدين لاحظوا الانارة اختلفت، لاحظوا انا هيك صرت اقدر اتحكم بالانارة، والاوديو شايفين انتل. هيك تعريفات الجهاز كاملة 100%. هلا بهاي اللحظة بعمل ريستارت، وبعد الريستارت الاولى بعديها بقيس قديش سرعة الجهاز راح تصير، لانه الريستارت الاولى عم بتفعل تحديثات وعم بتفعل تعريفات، شايفين؟ بعديها بفحص الجهاز قديش راح ياخذ معي وقت بالتشغيل بعد ما اكون عرفت كل اشي من الشركة الصانعة وكون متأكد انه كل اشي اموره 100%. هل هي من ريستارت؟ تمام هيك خلص. طبعا هو بالعادة بيطلب منك اذا بدك تحط باسورد، فانت بدك تحط هيك وهيك تقول له انتر، عشان انت ما بدك تحط باسورد بدك تخليه فاضي. بعد ما اشتغل اول تشغيله بنتاكد انه مش عم بيعمل تحديثات، وبعديها بنطفيه ونرجع بنشغله عشان نتاكد قديش سرعه الجهاز بالطفي والتشغيل بالوضع الطبيعي، ونعد مع بعض قديش راح ياخذ معنا بالثواني على ما يشغل الجهاز. تمام. في تحديثات داونلود اند انستول. طيب خليهم هدول، هلا ما بدي اسويهم، بدي اعمل شت داون واشغل الجهاز طبعا بعد ما يخلص كل الاعدادات تبعت. الحمد لله. هاي باور بدنا نقول له شت داون. تمام. هلا هيك هو طفى، ثواني بس اتاكد من الضوء تبعه. هيك طفى. تمام. يعني بدك بس كبسه الباور قدامكم، وبعد ما تطلع الصوره بدنا نبلش نعد 101 102 103 104 105. فتح الويندوز، لاحظين انتو؟ وبدي اكمل 106 107. اشتغل الجهاز، يعني اقل من 10 ثواني كان الجهاز شغال، اقل من 10 ثواني الجهاز شغال. طبعا الماوس اتعرفت 100% زي ما انتو شايفين التاتش باد تبعتها، وتاكيدا لهذا الحكي السلايد اللي انا بقدر اعمله هون اللي هو سلايد، انا بدي اعمل سلايد اب اند داون، خليني اتاكد انه مفعل فيها السلايد او لا الاوبشن تبعت التاتش باد. طبعا هذا الحكي بتاكد منه من هون على الاوبشن، بتاكد انه في عندي سوايب بالتو فينجر، تو فينجر ثري فينجر، اتاكد بس انه السوايب روتيشن زوم اديشنال وان فينجر تو فينجر تو فينجر سكراتش. اوكي ايوه هاي هي اللي هي ايش سكيل، لا مش سكيل، روتيشن لا. هي شغاله، هيها شايفين شغاله، انا عم بتحرك باصبعين. طب نشوف على الويندوز، خلينا نتاكد. لا لسه مش مفعله على الويندوز، بس مفعله على التعريف اللي سيت از ديفولت. أو نفتح صفحة نت عشان نتأكد إنه هذا الحكي صح أو لا. نجيب هاي من هون ونقول له مور، ونقول له ستارت تو تاسك بار عشان نضيفها تحت ونثبتها بكروم. هلا هاي الإعدادات دراج أند دروب أو تو فينجر والأشياء هاي أنت بتفعلها، بدك إياها أو ما بدك إياها أنت بتفعلها، اللي هي 2 فينجر 3 فينجر ايش بدك تسوي بالسوابينج والكونتنت
هاي الاشياء الاديشنال، انه انا بدي قديش الضغطه، الحساسيه تبعت الماوس، هاي الاشياء كلها يعني اليوزر مفروض انه يحددها ويسويها زي ما بده. 2 finger 3 finger 1 finger button click هون، زوم اذا بدك الزوم يشتغل او ما يشتغل. يعني انا هلا ممكن باصبعين اعمل زوم، بس هو شكله التاتش باد بده تنظيف لانه هيك. طيب احنا هلا انتهى هيك الفيديو تبعنا، وهي كلها بتضل اعدادات لليوزر، وهو بعد هيك بيسوي الاعدادات اللي بده اياها، بس كماوس احنا امورنا 100%. لاحظوا الويندوز مع كل اعداداته ما اخذش اكثر، يعني قديش ضل عندنا 197، يعني ما اخذ 3 و37، يعني ما اخذ 40 جيجا بالضبط تقريبا. يعني ويندوز 11 مع كل اعداداته وكل تفاصيله ما اخذ 40 جيجا. ولهيك بنطفي الجهاز ونقول لكم تصبحوا على خير، لا تنسونا من الدعم واللايك والشير. الدعم واللايك والشير، سلام.